بسم الله على الكفاء والصلاة والسلام على الأنبياء جميعا. إلا إبليس أبى يصير بلي كونترول. شوف اللي يدعي العلم، وهذا كان أعطاه ربي لا بأس به من العلم، لكن لم ينفعه. كل من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، إبليس غاب عنه أنه بتنطعه وبربه لأمر الله ما فهمش إيش شيء يجرى بعد ذلك، ما عرفش تبعات هالموقف القبيح الفج، موقف الجاهلية كما عندنا هنا في العالم الكرم. الجواب لحساب هما في طنجورة، هما الروس في الهرم السياسي، هما الروس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالك يوسب الامر لغيري يعني فانتظر الساعه. هذا قلنا له برنسيب بيتا، مبنى بيتا، كلما كان الانسان لا قيمه له الا وتراه في القمه، قمه الاداره، قمه السياسه، قمه المجالس كلها، الادب السيء، الادب قمه الفنون هي غموم وانت ماشي وهم، نسال الله السلامه.